الذكر الذي يلد. هل تحب مظهر الأحسنة؟ إن كنت تحب مظهر الأحسنة فبالتأكيد ستنجذب لمظهر حصان البحر. فعند مشاهدة حصان البحر ينتابك شعور وكأنها قرناء الخيول البرية في البحر. لكن حصان البحر بطيء في السباحة بعكس أقرنائه في البرية والتي تشتهر بالسرعة. إليك اليوم معلومات ستدهشك عن حصان البحر. أولاً، لا يمتلك هيكلاً عظمي ولا قفص صدري، وإنما يمتلك عظام خارجية وكأنه مدرع، وهذا يجعله صعب الافتراس. ثانياً، حصان البحر ليس سباحاً ماهراً، وهذا ما يجعله متواجد بكثرة في الأماكن الضاحلة بعيداً عن تيارات المياه العالية. ثالثاً، يعتمد حصان البحر على ذيله بشكل كبير، فذيله مرن في الحركة، وعند وجود تيارات مياه يمسك بذيله في الأغصان أو الشعب المرجانية أو الصخور وينتظر غذائه. رابعاً، يفضل التخفي بين الشعب المرجانية أو الصخور أو الحشائش المائية لأنها مصدر غذائه، وأيضاً للتخفي من الأعداء. خامساً، نظراً لصعوبة بلع حصان البحر، لا تفضل المفترسات البحرية مهاجمته، ولهذا لا يوجد له أعداء كثر، ويعتبر السلطعون من أكثر أعدائه. سادساً، إن طعامه المفضل هي القشريات الصغيرة. سابعاً، لديه عينان تعتبر من أفضل مميزاته، حيث يمكنه تحريك كل عين على حدة، وبهذا يمكن رؤية كل شيء من حوله. ثامناً، حصان البحر لا يمتلك معدة، لهذا عليه الأكل باستمرار، ويمكنه التهام 50 روبيان في الوجبة الواحدة. تاسعاً، لدى حصان البحر زوجة واحدة طيلة حياته، ولا يتركون بعضهما أبداً، وغالباً ما تجدهما يمسكون بذيل بعضهما البعض عند السباحة في مشهد رومانسي، وكأنهما عاشقان يمسكون بأيدي بعضهما. عاشراً، تضع الأنثى البيض فيما يشبه الجراب داخل بطن الذكر، ويقوم الذكر بتلقيحه داخلياً، ومن ثم الاحتفاظ به من 9 إلى 45 يوماً طبقاً لدرجة الحرارة، حتى يفقس البيض داخل الذكر، ثم يلد الذكر في مشهد رائع، فسبحان الله. لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركتك الفيديو، وإلى اللقاء في الفيديو القادم مع قناة Arabic Geographic، طريقك إلى المعرفة.